إمام الدعوة ومجد الدعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فكتبه أيضا في هذا المجال بمنزلة الكتب التي لا مثيل لها، فإنه رحمه الله قد لخص عقيدة السلف في كتاب التوحيد المعروف به، والواقع أن هذا الكتاب له أثر طيب جدا ليس في البلاد السعودية فقط، وفي كثير، لا أقول في سائر البلاد الإسلامية، بل وفي كثير من البلاد الإسلامية، فقد أخذ المسلمون يتعرفون على هذه الدعوة، دعوة التوحيد الخالصة لله عز وجل، من كتب التي يطبع علماء هذه المملكة، سواء ما كان منها من كتب الشيخ نفسه أو من شروح كتبه الكثيرة وهي معروفة لديكم.